سلام. سؤال جديد ليوم جديد، أي أهم، العلاقات العامة أو بالعلاقات العامة ما هو أهم، الجوهر أو الشكل؟ وبالعلاقات الخاصة أي أهم، الجوهر أو الشكل؟ أول شيء خلينا نعرف شو الفرق بين العلاقات العامة والعلاقات الخاصة. العلاقات العامة بشغلك، بمدرستك، مجبور تروح وتتعامل مع هالناس، منن بقلبك علاقات خاصة، زوجتك، زوجك، زوجك عنده صديق حميم، أخت، خي، ناس بدك تفتح قلبك وتفضي قلبك لألهم ويفضوا لك قلبهم فيك وخبرهم وتكون محطة ثقة لألهم وهن محطة ثقة لألك. العلاقات العامة طبعاً أهم شيء هي مثلاً أنا عم بشتغل بياع، آخر همي شو الزبون بيأمن، معتقده الديني أو معتقده الفلسفة، هذا الزلمة جاي يبيعه أنا أحذية، بده يشتري حذاء أو ما بده يشتري حذاء، إذا كان بيصدق أنه الشمس بتطلع من الغرب أو بتنزل بالشرق أو ما بيصدق، شو إلي عليه أنا؟ نحن علاقتنا محدودة لهالترانزاكشن، لهالبيعة هيدي، لهالتجارة هيدي، لهالعملية هيدي التجارية وبس. إنما بتفرق كتير إذا كنت أنا عندي علاقة خاصة مع شخص عم بتزوجه أو متزوج لإله، وأنا مآمن بالرب يسوع المسيح وهو مآمن بالإلحاد، ما في الله. طب كيف بدنا نشترك مع بعضنا؟ كيف بدنا نقدر نحكي ونفضي قلبنا؟ كيف تشترك تجتمع الظلمة والنور بموضوع واحد؟ كيف تجتمع الموت يجتمع الموت مع الحياة؟ صعبة، مستحيلة. مشان هيك الرب قال للي مش متزوجين ما يفوتوا بعلاقة مع شخص ما عنده معه نفس الإيمان، ما حيتغير هالشخص. في ناس بيجامبل بيأمره بيقولوا بكرة بس حبه، بكرة بس نتزوج بده تتغير، بده يتغير. مش مزبوط هالحكي. فمن حيث الجوهر ومن حيث الشكل، حتى بالعلاقات الخاصة في اشياء، مثلا انا بقص شعري بطريقة ما كرمال مرتي لانه بتحبها طويلة او قصيرة، ما في علي اختلاف. ليش؟ لانه اشياء شكلية مش من حيث الجوهر، انما الاشياء الجوهرية ما في حدا يلمس بالتاني الاشياء الجوهرية، هيدي لإلي وانا معتقد فيها. هلا هذا لا يعني ما بحترم جوهرية الاخر، افضل يكون. ومين اكتر شيء الناس بيتفقوا معه؟ يلي عندهم الأسس والفاليوز والقيم الجوهرية لحياتهم مشتركة. مشان هيك بتلاقي الناس اللي عندهم نفس القيم المشتركة بحبوا بعضهم. أنا ما عم بحكي سبور، أنا بعرف واحد رياضي مرته ما بتنهز من البيت وبحبوا بعضهم. ليش؟ لأنه إشياء شايفها هو على صعيد شكلي. وبالفعل فينا نبني زواج إذا واحد رياضي ومنه رياضي، بس إذا فينا نبني زواج أو عائلة شخص ما بحب يتعرف على الرب يسوع مخططه لحياته ويستشيره بأمور حياته وقراراته، وشخص تاني يطوق أن يعمل هالشي، كيف بيتفقوا؟ صعب كتير. مشان هيك عليك تعرف اليوم أنت شو جوهر حياتك، شو هي قيمك، شو هي القيم اللي أنت ما فيك تعيش بليها، وشو الأشياء الشكلية اللي فيك تعيش بليها. عم بحكي على صعيد خاص اليوم بالنسبة لحياة المؤمن المسيحي، أمن الرب يسوع بفوت على حياته بغير له الجوهر كله. ليش؟ لأن صارت قيمنا تعاليم الرب يسوع المسيح، ودستور حياتنا تعاليم الكتاب المقدس بصورة خاصة العهد الجديد. فأمن أنا باخذ هالقرار وبعرف شو قيمي، ببلش غذي حالي ونمي حالي، والرب حيحط بدربي أشخاص بيحترموا هالشي. وإذا كنت بعلاقات عامة معهم ما في مشكلة لو مختلف الرأي، لأنه نحن وياهم ما فيها غير هالعلاقة العامة، سواء المدرسة أو الطب أو علاقة حكيم مع مريض أو إلى ما هنالك. ومنتمتع بالحياة مهما صار، منحترم الشكل والجوهر تبع كل إنسان، وهيك منتمتع ومنتقدم للأمام. عرفت شيء جديد مثل ما أنا عرفته وفرحنا فيه أول مرة؟ أنا أول مرة، خبرني شو عمل فيك هالشيء أول مرة عرفته. شكرا. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار حول موضوع اليوم، ما تتردد اتصل فينا على العناوين التالية: فيسبوك نيو داي شو، واتساب 00961716929، إيميل newdayshow@gmail.com،